وعن استمرار معاناة النازحين في العراق ومنع الأهالي من العودة إلى مدنهم، ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم الناشط الحقوقي أسعد الخزاعي. أهلا بك معنا أستاذ أسعد. أهلا ومرحبا بك عزيزي. حياكم الله أستاذ أسعد. يعني نزوح 1,200,000 عراقيا بحسب الإحصائيات الدولية من محافظات بعينها مستمر رغم انتهاء العمليات العسكرية منذ سنوات، بداية بما تفسر يعني استمرار ظاهرة النزوح في ظل تراخي غير مبرر من الحكومة؟ أخي العزيز، احنا بالنسبة لنا داخل العراق المحتل تجد انه سيطرة واستحواذ الميليشيات على الموقف السياسي وعلى الموقف على الأرض الواقع والمسألة الأمنية، تجد هذه الميليشيات تسيطر على كل مفاصل الدولة في العراق، وهي التي تسيطر على الملف الأمني في المناطق التي يوجد فيها أشخاص نازحين أو غادروا هذه المناطق قصرا. فلذلك الميليشيات الإرهابية هي مدعومة من تنظيم ولاية الفقيه في إيران، ومن الصعوبة أنه تطلب من هذه الميليشيات الإرهابية تفسير أو تبرير الجرائم اللي تقوم بها، ولا تتعدى كونها جرائم طائفية ولأسباب وخدمة لأجندات إيران في المنطقة. أين دور الحكومة بما يجري برأيك؟ شيء بديهي أنه هي الحكومة هي عبارة عن جزء من الميليشيات، واحنا لا يخفى على احد المتتبع للشان العراقي بان الميليشيات الارهابيه والحكومه وحتى الاحزاب هي جزء يكمل بعضه او اجزاء تكمل بعضها. الميليشيات الايرانيه هي لديها احزاب ولديها اعضاء بالبرلمان ولديها وزارات وهي مسيطره على الملف الامني، فهي الحكومه والميليشيات وجهي لارهاب واحد. يعني الحكومه تمنع عوده نازحي بابل، لماذا تقطع المساعدات عن النازحين وتغلق المخيمات، مخيمات النزوح، لماذا تغلقها؟ العزيز، هي الهدف من هذا الشيء هو هدف سياسي بحت، إرغام الناس على الخضوع والانصياع للرغبات ومطالب أو إرادة إيران في المنطقة وميليشياتها وتسهيل الطريق. طبعا نعرف الأطماع الإيرانية والأطماع الفارسية اللي من الديالة وانتهاء في صلاح الدين والمرور بصلاح الدين وانتهاء بالموصل والأنبار حتى يتسنى لهم الوصول إلى سوريا وإلى البحر المتوسط. يعني هم أستاذ أسعد، يعني هم أساسا خارجين عن مناطقهم، هم بالخارج ونازحين عن مناطقهم، ماذا بقي أكثر من ذلك؟ يعني يمنعونهم من العودة إلى مناطقهم ويقطعون عنهم المساعدات، ما الذي يراد من هؤلاء؟ لك يا أخي، هي القضية قضية سياسية، قضية ضغط في سبيل إفراغ هذه المناطق وإخضاع الباقين فيها إلى السيطرة وإلى النفوذ الإيراني ليس إلا. من يتحمل المسؤولية برأيك؟ هل يعني الذين يتحملون المسؤولية هم الحكومة أم الميليشيات أم الساكتون عن هذا أم المجتمع الدولي برمته؟ صراحة هذه القضية قضية مشتركة بين الجاني. أنا ما أطلب اليوم من الجاني أنه يحقق لي العدالة، ما أطلب من الميليشيات الإرهابية أو حكومة تتألف من أحزاب ميليشياوية أن تحقق لي العدالة، لكن هذا دور المجتمع الدولي، دور المنظمات الحقوقية الدولية هي التي من شأنها الضغط وتحريك المجتمع الدولي لمحاسبة هذه العناصر الإجرامية. برأيك هل المجتمع الدولي يقوم بما عليه القيام به؟ بصراحة بالوقت الحاضر يعني أنا لا أجد أي تحرك دولي، سواء منظمات تزور اللاجئين بين النازحين عفوا بين فترة وأخرى أو تقدم بعض المساعدات التي لا تنهي المشكلة بشكل جذري. يعني في ظل هذا التقصير، ما الواجب فعله يعني إظهار تقصير المجتمع الدولي وإظهار أيضا الظلم المظلومية التي يتعرض لها هؤلاء؟ يوجد حل، سواء الضغط الإعلامي، الضغط الدولي، تشكيل لجان، تشكيل هيئات، مناشدة المجتمع الدولي، ولا يخفى على أحد، خلينا نكون أكثر واقعية وصراحة، اليوم المكون السني لديهم أعضاء في البرلمان، وهؤلاء أعضاء البرلمان من المكون السني واجبهم الضغط باتجاه إعادة النازحين، وهذه حقيقة لا تخفى على أحد. إحنا اليوم يجب أن نكون صراحة، أنت اليوم من تشكك عن مكون معين و رغم انه القانون الدستوري يقول بانه عضو البرلمان يمثل عموم الشعب ولا يمثل فقط
الجماعه التي انتخبت، ولكن في موضوع النازحين هم الضرر الاكبر وقع على مكون معين، وهؤلاء الذين تصدوا لتمثيل هذا المكون واجبهم التصدي الى هذه المساله وحل مشكله النازحين واعادتهم الى المناطق التي فرقوا منها، سواء كانوا مجبرين او بارادتهم. استاذ اسعد، ما خطوره استمرار ما يجري برايك للنازحين اقصد؟ بالتاكيد هذا الشيء له عواقب وخيمه على المستقبل على المدى البعيد، على المدى القريب. هؤلاء اخوان ينشؤون في مخيمات النازحين، ينشؤون في بلاد الغربه، يكون في داخلهم نوع من الرغبه في الانتقام، نوع من الرغبه في تحقيق شيء ضد هذه العصابات التي سببت تدمير مناطقهم وتهجيرهم. راح ننشئ جيل جديد من المتطرفين، ننشئ جيل جديد من الجهله، أطفال لم ينالوا قسط كافي من التعليم، لم يذهبوا للمدارس، دمرت منازلهم، دمر مستقبلهم. مع الأسف هذه العصابات شكرا. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر الهاتف من ستوكهولم الناشط الحقوقي أسعد الخزاعي.